يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره الكابتن الكبير كابتن امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي الاسبق. يا كابتن امير مشرف ومنور كالعاده. حبيبي يا كيمو، اخبارك ايه؟ حبيبي انا ببقى سعيد جدا وانا معاك والله. انا اسعد جدا. اخبارك ايه؟ كله تمام. امورك كويسه؟ كله تمام. النهارده الاهلي وبيراميدز نتيجه كبيره للاهلي 3-0 على بيراميدز. مش عايز اقول النتيجه ما كانتش متوقعه، يعني كان مفهوم ان هيبقى فيه نديه وهيبقى فيه فرص ضايعه، وهو فعليا النهارده كان فيه فرص ضايعه من الفريقين، بس النتيجة كانت تعبر عن سير المباراة. هل الأهلي استحق هذا الفوز؟ طب هل الأهلي استحق هذا الفوز الكبير؟ بص يا كريم، هو طبعا أنت بتتكلم على نادي فيه تاريخ، فيه لعيبة كويسة جدا وعنده جمهور عظيم، ونادي بقى له سنتين ثلاثة عنده لعيبة مميزة جدا، عنده جهاز فني على أعلى مستوى، فطبيعي. وطبعا كان متصدر الدوري في كذا سبب، هو متصدر الدوري. النادي الأهلي طبعا كان عنده ماتشات في افريقيا، كان فيه جهاد، الناس كانت في بعض الاوقات مش مبسوطه من الاداء، ولكن النادي الاهلي بيلعب بطوله ببطوله، والنهارده بيلعب فريق مميز اللي هو بيراميدز. النادي الاهلي عايز يركب الجدول زي ما بيقولوا، في نفس الوقت عارف قيمه النهارده الفريق بيراميدز. انا شايف النهارده كان ماتش حلو جدا، تكتيكي على اعلى مستوى من الجهاز الفني هنا والجهاز الفني هنا، لعيبه كمان كانت ملتزمه جدا جدا تكتيكيا وفنيا في الملعب. في نفس الوقت كان الاثنين بيحترموا، واضح قوي ان هم بيحترموا بعض جدا النهارده على في الملعب. الاول تحديدا تحس ان الفرقتين محدش عايز يضغط على الثاني، كل واحد واقف في منطقته، تعالى لي انت بالظبط، انت زي كده كده يبقى تعالى انت. بس هو وضع طبيعي النادي الاهلي طبعا، اكيد هيبدا بدايه قويه جدا، بدايه ضغط طبيعي، ده النادي الاهلي في كل الماتشات اكيد بيضغط اول ربع ساعه، وطبيعي ان اي جهاز فني لما بيقابل النادي الاهلي بيتكلم في حته ان النهارده عايزين نمتص الحماس بتاع النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي شخصيته بانت، اللعيبه كلها كانت مركزه، اللعيبه كلها على اعلى مستوى، سواء الناس اللي بدات الماتش او اللي نزلت. بتتكلم ان كل الناس كان كل الخطوط كانت مركزه، كل الخطوط كانت ملتزمه، ده دليل ان طبعا عاملين حساب لنادي بيراميدز. زي ما قلت لعيبه كويسه جدا، لعيبه خبرات، لعيبه دوليه، عن جهاز فني من احسن اجهزه في مصر. فانت بتتكلم كان ماتش تكتيكيا كويس جدا، وفي نفس الوقت الماتشات اللي زي دي يا كريم اللي بيحافظ على تركيزه وبيستغل الفرص اللي بتيجي هو ده اللي هيعدي في اللقاء، وده اللي النادي الاهلي عمله. كان في ند، كان في هجمات هنا وهجمات هنا، لكن النادي الاهلي قدر بخبراته وبشخصيته يخلص الجيم بالفرص. كابتن ايهاب جلال بعد المباراه قال انه فرقته ما كانتش تستحق الخساره، رايك ايه؟ هو باصص لي طبعا في احاديث وفي كلام كبير جدا كانت قال على وتعليقات على كابتن ايهاب، ان هو طبعا انا مش حاطط النادي الاهلي في دماغي، حاجات كانت قبل اللقاء. فبالتالي النهارده يعني طبيعي ان هو لازم يدافع عن التيم بتاعه، وفي نفس الوقت هو شايف من وجهه نظره ان في بعض الهجمات اللي كان يقدر نادي بيراميدز يخلص فيها، لكن طبعا زي ما قلت النادي الاهلي شخصيته النهارده اقوى، تركيزه النهارده اعلى، في نفس الوقت مفيش اخطاء، عارفين النهارده 3 نقاط مهمين جدا صح. لكن انت بتتكلم ان الاخطاء الجوان اللي جت في نادي بيراميدز كلها اخطاء. فطبيعي ان الماتشات اللي زي دي ما ينفعش تخطئ، ما ينفعش انك انت فرص تجي لك ما تستفادش بيها، لكن النادي الاهلي النهارده كل الخطوط منظمه، كل الخطوط بتلعب بشخصيه النادي الاهلي، سواء من اول الشناوي لشريف كل الناس بتلعب بشكل كويس، حتى الناس اللي نازله ادت بشكل كويس والتزمت. فده طبيعي لان النادي الاهلي نادي كبير، وفي نفس الوقت بيلعب على الهدف الاكبر هو انه ياخد الدوري وكمان يركب الجيم، عشان هو كمان يبص بقى بعد كده لو في ماتشات افريقيا ده النادي الاهلي. فانا شايف ان النهارده كان ماتش. ايه رايك في المقوله اللي بتقول ان موسيماني مدرب مباريات كبيره؟ يعني في المباريات الكبيره بيبقى مركز قوي، المباريات اللي اقل منها ما بيبقاش بنفس التركيز. لا انا مقوله مش معاها خالص، لان هو طبعا الراجل يعني بيأدي بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي من ساعه ما جه، كل البطولات اللي اشترك فيها بنسبه 90% 95% واخد البطولات، عامل اداء بشكل كويس. لكن انا في حته كريم وسؤالك مميز جدا، حته عايز اتكلم فيها دلوقتي. النادي الاهلي عنده ماتشات مضغوطه، كل 72 ساعه ماتش، بتتكلم في مجهود كبير جدا، سفر ويرجع ويروح بالظبط. فانت عندك كان عندك ماتش افريقيا، في نفس الوقت كان ماتش صعب، الناس اللعيبه عملت مجهود كبير، ماتش يومين ثلاثه، عندك النهارده بتلعب فريق قوي في الدوري. النادي الاهلي شخصيته واللعيبه والجمهور ما بيقبلوش ان انا النهارده
ماتش عمله كويس بعد كده يبقى في مستوى او عدم تركيز في الماتش اللي بعديه، الماتش اللي بعديه النادي الاهلي يعني شخصيته مش هتقبل بده. فانا عايز اقول للناس حاجه، انت النهارده النادي الاهلي زي كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه اللعيبه عملت مجهود غير طبيعي في ماتش بتاع المونتيري وبعد كده حصل خلل، وبعد كده جينا في ماتش الهلال عملوا ادوا بشكل كويس جدا، في نفس الوقت لما رجعنا الاداء كان ما كانش كويس، فده طبيعي ان المجهود مش عشان اللعيبه مركزه او غير مركزه، فده طبيعي. وفي الاول وفي الاخر هو المسؤول الاول هو مستر موسيماني على الكلام اللي هيتقال عليه، لكن انا شايف ان هو ادى بشكل كويس، شايف ان هو ماشي كويس جدا مع النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله ان يوصلوا لاتفاق النادي الاهلي مع موسيماني لان الاستقرار مهم جدا وده اللي هو معروف عنه في النادي الاهلي. تفتكر ليه الدنيا متاخره؟ يعني ده السؤال ده انا على فكره بطرحه لنفسي، انا بقعد اسال ناس كتير يعني بسال ناس قريبه من بيتسو موسيماني، بسال ناس قريبه من النادي الاهلي، تسال ناس في النادي الاهلي يقول لك احنا تمام عايزين نجدد لموسيماني، تسال ناس قريبه من بيتسو موسيماني يقول لك بيتسو موسيماني عايز يكمل في النادي الاهلي. ليه بقى الدنيا متاخره؟ وطبعا بين ده وبين ده في شويه كواليس تانيين، انه في ناس هنا ممكن ما تبقاش مبسوطه وفي ناس هنا مش مبسوطه، بس الحاجه الاكبر بتقول ان الاهلي عايز موسيماني بطبيعه الحال بنجاحاته الكبيره، وموسيماني مع النادي الاهلي نجح نجاح مبهر اكيد مش عايز يضحي بيه. ليه الدنيا متاخره؟ الدنيا بتتاخر يا كريم لان طبعا النادي الاهلي منظومه كبيره جدا، كل واحد ليه شغله، كل واحد ليه وظيفته. النهارده مجلس اداره بيساند في لجنه تعاقدات امير توفيق، وفي كلام، وفي طبعا الراجل عنده المدام عنده مديره اعماله، ففي كلام وفي نقاش، واكيد التاخير ده ان هو برضه بيجي له عروض. في نفس الوقت النادي الاهلي عايز في وقت معين ومناسب ان هو يجدد لموسيماني، ودي حاجه كويسه انك انت النهارده كمجلس اداره النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي عايزين موسيماني وموسيماني عايز النادي الاهلي، فدي حاجه كويسه. لكن الحاجات اللي فيها تاخير دي بتبقى في العقد، بند العقد هيجدد قد ايه، شروطه في العقد هيتقبلها النادي الاهلي ولا لا، طب هل شروط اللي موسيماني بيعملها في تعجيزات للنادي الاهلي، طب هتعدي السيستم اللي النادي الاهلي عمله، في كلام كتير وهتلاقي يعني في الموضوع هتاخد ده بيحصل. لكن في الوقت المناسب اكيد النادي الاهلي، انا اعتقد ان النادي الاهلي في الوقت المناسب هيعلن، وفي الوقت المناسب مستر موسيماني هيجدد، فكل ده هيبان. ده السؤال اللي كان جاي عشان هنتقابل كتير بعد كده. تمام، متوقع ان الموضوع ده يتم، بيتسو موسيماني يجدد النادي الاهلي؟ انا اعتقد بنسبه كبيره، لان هو خلي بالك بص اكيد الراجل عنده عروض، متهيألي اكيد عنده عروض، لكن في نفس الوقت الراجل عارف قيمه النادي الاهلي من هو في سان داونز، وعارف قيمه النادي الاهلي، وعارف يعني ايه جمهور النادي الاهلي العظيم. هو الراجل وهو في سان داونز شاف النادي الاهلي كبير ازاي وجمهوره كبير ازاي، لما جه النادي الاهلي شاف لما راح قطر وراح كاس العالم وكاس افريقيا هنا، فكل انحاء العالم هو عارف قيمه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. وفي نفس الوقت هو استفاد كتير جدا من وجوده في النادي الاهلي، والنادي الاهلي اكيد استفاد من وجوده، فطبيعي ان ده ماتشنج كويس جدا. وفي الاستقرار اللي النادي الاهلي عامله اعتقد ان هو ده بيبقى في صالح النادي، واعتقد ان هو هيتم ان شاء الله بس في الوقت المناسب. طيب ممكن اقول خبر وارجع لك تاني؟ اتفضل. خبر بسيط يعني. اتفضل. طيب خبر رسمي، رسميا الاهلي يعلن عن تجديد عقد موسيماني لمده عامين قادمين زي ما الكابتن امين لسه قايل حالا، هقول لكم نص الخبر. انطلاقا من ثقه النادي الاهلي الكبيره في مديره الفني بيتسو موسيماني وترجمه للانجازات العديده التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفتره الماضيه، تعلن اداره النادي الاهلي عن تجديد عقد موسيماني لمده عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي. وقام المدير الفني ومعاونيه بالتوقيع على العقود الجديده واغلاق الباب امام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الاسابيع الماضيه. والله يا كريم انا ما اعرف الخبر غير حالا منك. ما عشان الخبر لسه معلن حالا. شفت بقى؟ حالا لان انا جوه النادي الاهلي وعارف يعني عارف الظروف بتبقى ايه جوه النادي الاهلي، وعارف النظام بيبقى النادي الاهلي ماشي ازاي. ممكن اقول بس حاجه؟ قول حاجه. جمله اخيره هي مش انتقاد، ولكن هو عشان بس نتكلم بمنطق. النادي الاهلي في بيانه اللي فيه اعلان تجديد موسيماني اغلاق الباب امام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الاسابيع الماضيه. تمام. الاجتهادات كانت منطقيه. شفت انا وانا بتكلم معاك طبيعي. انا بجتهد ليه؟ طبيعي. عشان انا مش شايف اي منطق، حاجة. مفيش رؤية. لا ومش شايف منطق انه في تاخير في تجديد عقد موسيماني مع النادي الاهلي. صح. الراجل راضي والاهلي راضي. صح. وده ناجح وناجح مع الاهلي، فما فيش اي حاجه. فطبعا لما تتاخر تتحط شكوك. تمام. لازم انت تقعد تقول ايه، يبقى في مشكله، يبقى في ازمه، طب هو ممكن يجدد ولا لا، طب يحصل مشكله. فالاجتهادات كانت غصبا عن الجميع اكيد. بس النادي الاهلي يا كريم في الحته دي النادي الاهلي بيشتغل صح طبعا. النادي الاهلي كل الناس المسؤوله في النادي الاهلي بتشتغل صح طبعا. وانا لسه بقول لك دلوقتي حالا ان هو في الوقت المناسب هيتكلم. هو ده النادي الاهلي بصراحه، ومميز جدا في الحته دي، ان انت في كل حاجه بتحصل لازم في وقت مناسب النادي الاهلي. خلي بالك حتى في التعاقدات مع اللعيبه
يعني النادي الاهلي في اجتهادات تقول لك مثلا امير عبد الحميد كريم رمزي هيروح مش عارف فين وخلاص. النادي الاهلي ما بيبصش للكلام ده، لكن النادي الاهلي اول ما اللاعب بيمضي باول حاجه المركز الاعلامي في النادي الاهلي عن طريق النادي الاهلي بيعلنوا اللاعب كذا فلان الفلاني خلاص. في نفس الوقت امير توفيق بيعلن لان هو راجل مسؤول، ما ينفعش امير توفيق يكون ماضي من سنه مع حد ويروح منزل حاجه او الكلام ده كله. فده نظام في النادي الاهلي، فطبيعي ان الاجتهادات طبيعي بتحصل، ان هو زي ما انت قلت يا كريم الراجل ماشي كويس ولازم النادي الاهلي اهم حاجه عنده الاستقرار طبعا وماشي كويس والراجل يعني عارف انت ماشي مع النادي الاهلي والنادي الاهلي ماشي معاه فالدنيا كويسه جدا. انا لسه بقول لك والله في الوقت المناسب هتلاقي النادي الاهلي حتى انت قايل الخبر سبحان الله. انا سبت تخلص كلامك وانا جاي لي الخبر قلت اقوله بعد ما انت تخلص كله طبعا. بس انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، انا ما كنتش في اي لحظه من اللحظات يعني حتى لما كنت بسمع شويه كواليس اصل مش عارف في خلاف على ايه وفي خلاف على ايه بحط نفسي مكان اداره النادي الاهلي تمام. ما انا لو وافقت ان بيتسو موسيماني يمشي هحط على نفسي هيدك كبير جدا ان انا لازم اجيب مدرب ينجح نفس نجاحاته، وبيتسو موسيماني لو خد قرار انه يمشي من النادي الاهلي فهو بيضحي بحاجات عظيمه كبيره جدا في مشواره وفي تاريخه التدريبي. دايما بسال يا جماعه ما ينفعش يعني ما ينفعش الراجل ده ما يبقاش مكمل مع النادي الاهلي ولا النادي الاهلي يتمسك ببيتسو موسيماني. هاخد منك في الاخر بقى قيمه النادي الاهلي هنا بتبقى موجوده صح. ان انت النهارده الراجل عارف قيمه النادي الاهلي فطبيعي مش هيضحي. يعني انت لو انت دخلت جوه النادي الاهلي واشتغلت جوه النادي الاهلي وشفت حب الجمهور وشفت الحب اللعيبه والاداره بتساندك فطبيعي انك انت هتضحي بحاجات كتير عشان خاطر النادي الاهلي. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي انت بتقول عليها كريم ان النهارده النادي الاهلي في وقت صعب ان هو لو ضحى بموسيماني او مش هقول ضحى لان موسيماني لو مشي هيبقى مشي باراده موسيماني نفسه صح. فعشان اخد وقت واجيب حد ده اللي النادي الاهلي عمله مع موسيماني يا كريم طبعا. ان النهارده في وقت صعب جدا وبايلر مشي والنادي الاهلي مفروض ان هو عايز يجيب حد فاهم وعارف وشايف النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي وعارف اللعيبه صحيح. فلما دور جه مستر موسيماني لان هو لعب ضد النادي الاهلي كتير وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف جمهور النادي الاهلي وعارف اللعيبه تمام لانه لعب معهم. فالكلام جه من هنا ان هو خلاص الراجل دخل. ودي ميزه النادي الاهلي برضو يا كريم في المدرب لما يخش جوه النادي الاهلي بيخش على طول بيتاقلم مع النادي في نفس زي اللعيب لما اللعيب بيجي من بره بيخش مع النادي الاهلي بيتاقلم صحيح. فالنادي الاهلي نجح جدا وحي طبعا كابتن خطيب ومجلس اداره ان هم قدروا في وقت قليل وصعب انك انت تجيب واحد زي مستر موسيماني معاه كرو جامد جدا ومعاه طبعا كابتن سامي قمصان وكابتن سيد عبد الحفيظ اكيد ساعده. وفي نفس الوقت انت عندك يعني مدرب حراس مرمى على اعلى مستوى كمل مع الجهاز الفني كان جاي طبعا مع بايلر لكن هو كمل مع موسيماني. فبالتالي انت عندك خلاص كل مقومات النجاح موجوده في وقت قليل جدا. عرف واشتغل على اللي اتبنى عليه قبل كده مع اللعيبه في النادي الاهلي مع بايلر ابتدى يشتغل ويخش ويعمل بصمته في النادي الاهلي خلاص انت في وقت قليل خدت بطوله. وفي النادي الاهلي يا كريم وفي الانديه الكبيره زي النادي الاهلي ونادي الزمالك البصمه الاولى مهمه اللعيب او المدير الفني. فبالتالي البصمه الاولى بتاعته لا انت جيت دخلت على بطوله افريقيا دخلت على ماتشات الزمالك فكسب كل الحاجات دي عمل رصيد في وقت قليل مع جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي فده اللي نجح مستر موسيماني. فانا شايف ان اكيد النادي الاهلي كان هيتمسك طبعا بموسيماني موسيماني هيتمسك بالنادي الاهلي ويضحي بحاجات كتير وده صح. عايز ارجع للمباراه واسالك على مستوى حارسي المرمى النهارده سواء شريف اكرامي او محمد الشناوي. بص يا كريم انا شفت ماتش كويس جدا الاثنين عملوا حاجات حلوه يعني في حاجات حلوه اتعملت وفي حاجات مش كويسه اتعملت من الاثنين. لا مش من الاثنين شناوي كان هايل في اللقاء من شريف شريف طبعا شريف عمل حاجات كويسه ولكن في اخطاء طبعا كانت حصلت في اللقاء ولكن اخطاء دي وارده ولكن يعني يمكن اتكلمت على شريف قبل كده في حاجات كتيره جدا ودفعت والاخره لكن النهارده هو عمل حاجات كويسه مش مسؤول عن الهدف الاول طبعا بتاع قفشه ولكن في اخطاء حصلت في اللقاء خلته ما بقاش مركز ويكمل 90 دقيقه فبالتالي النهارده دور شريف مش زي دور الشناوي النهارده مع النادي الاهلي. النهارده الشناوي عمل انقاذات هايله اثرت في نتيجه اللقاء وفي نفس الوقت كان بيلعب بثقه كبيره جدا لان هو زي ما قلت قبل كده ان هو راجل دولي وراجل ماشي بشكل كويس جدا وكان عامل لحد ما اتعور بطوله كويسه جدا مع ابو جبل طبعا فرجوعه طبيعي ان هو يبقى مركز قوي طبيعي ان هو عايز يرجع بسرعه او طبعا كان في اخطاء لما رجع من بعد المنتخب ولكن النهارده عارف قيمه اللقاء وعارف ان في هجمات كتيره جدا فاعتقد ان مستوى الشناوي النهارده بنسبه كبيره جدا فرق مع النادي الاهلي في التصديات اللي عملها
شريف عمل حاجات كويسه ولكن كان فيه اخطاء يعني في اللقاء. يعني تم انتقاد شريف عفوا محمد الشناوي في الكام مباراه اللي فاتوا، كان انتقاد منطقي وطبيعي؟ اكيد تابعت. اتابعت طبعا، وانا كمان بتابع عشان طبعا عشان شغلك شغلي. ف يعني طبيعي يا كريم ان النهارده يعني محمد الشناوي كان عامل بطوله كبيره جدا وعامل مستويات بقاله 3 4 سنين هايله مع المنتخب ومع النادي. لما حصلت الاصابه حصلت في وقت صعب جدا. صحيح. وبعدين في نفس الوقت انت جالك حارس او مش جالك، كان معاك حارس العالم كله اتكلم عليه في ماتشين. فبالتالي كان على الشناوي ضغوطات كبيره جدا، فكان مطلوب منه ان هو اول حاجه يرجع من الاصابه، ثاني حاجه يدخل ويبقى كويس جدا عشان عايز مكانه الاساسي في المنتخب، عشان يرجع تاني مع المنتخب عشان يفرق مع النادي الاهلي. فده اللي حصل مع الشناوي، خد منه وقت بسيط لان طبعا انت راجع من الاصابه مش هتبقى كامل في كامل لياقتك. ولكن ده طبيعي انك انت ممكن يعني عبال ما تلم نفسك في اخطاء بسيطه بتحصل، ولكن انا مش شايف ان الشناوي عمل اخطاء قاتله. لا، اخطاء الشناوي في تمركز مثلا، وبيبقى صادد الكوره عامل سيف كويس جدا لكن بتدخل جول. الجوال الاهداف اللي حصلت دي خلت الناس تتكلم شويه، لكن ده ما يقلش من الشناوي. الشناوي حارس كبير، واعتقد ان هو طبعا كان ليه دور كبير جدا النهارده. ابو جبل طبعا النتيجه بتاعه الوداد فرقت، الناس اتكلمت كتير جدا لان انا النهارده انا عامل وصلت للتوب، لازم احافظ ابقى توب في كل الماتشات. طبعا مع عدم تركيز حصل مشكله لان احنا عندنا في مصر بننتقل بنعلي قوي او حصل حاجه بننزل قوي. فبالتالي خد من ده طاقه كبير جدا على ابو جبل. لكن محمد صبحي شفناه برده في اخطاء بسيطه جاد النهارده وفي الماتش اللي فات، لكن ده ما يمنعش ان هم حراس كبار جدا. واعتقد ان هم دول هيستمروا مع المنتخب. فانا شايف ان ادائهم مع المنتخب في اول لقاءين ما كانوش في المستوى، لكن كله مع التدريج الماتشات بيأدوا بشكل كويس. لسه هسالك السؤال شباب ده وعايز اسمع اجابه منك، تتوقع قائمه الحراس؟ هو انا المعلومه المؤكده اللي انا عرفتها ان كارلوس كيروش هياخد 4 حراس مرمى برضو في المباراتين القادمتين، الاربعه هم ولا ممكن يبقى فيهم تغيير؟ بص، كان في حته محيرني شويه في جاد. جاد لما رجع جاد طبعا كاس الرابطه فرقت جدا مع البلعوطي في ام بي، عمل ماتشات كويسه جدا، فاضطر الكابتن حلمي طولاني يلعبه اساسي في الدوري. جاد قعد ماتشين ثلاثه، اعتقد ان لعب جاد اعتقد ده من الجهاز الفني المنتخب، لان في ثانيه انت البلعوطي كان كويس. يا اما البلعوطي الله اعلم كان مصاب، الله اعلم كان فيه تعبان، ده اللي خلى جاد يرجع. هل جاد رجع عشان هو مصاب، ولا جاد رجع عشان تعليمات من الجهاز الفني المنتخب ان جاد لازم يلعب؟ فانا شايف ان الاقرب انت ما عندكش وقت كبير جدا، انا شايف انه بنسبه كبيره ممكن الاربعه يبقوا موجودين، او الله اعلم جاد هيبقى موجود ولا مش موجود، ممكن حد تاني. بس انا مش شايف حد الاجوان بتادي بشكل كويس، ولكن انا شايف ممكن بنسبه كبيره الاستقرار هيبقوا على الاربعه اللي موجودين، هم بتوع المنتخب. صحيح. كابتن امير شرفتني ونورتني كالعاده، دايما بسعد بتواجدك معايا حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا الكابتن الكبير كابتن امير عبد الحميد. بعد هذا الفاصل نستقبل ضيفنا امير عبد الحليم واسلام السامي، نتكلم معاهم كمان فنيا عن مواجهه اليوم، مواجهه الاهلي وبيراميدز. خليكم معنا.